بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية السنة ثالثة إعدادي. إذا عندنا الصفحة الأولى كما نلاحظ فاز دو ترانزيسيون، إذا نتكلم عن مرحلة أو طور، نتكلم على طور من الأطوار. طور من الأطوار يعني مرحلة من المراحل. كما تلاحظوا هنا التعريف ديالها شاكا دي زيتا سكسيسيف، إذا نتكلم على كل من الحالات المتتابعة، كل واحدة من الحالات المتتابعة. إذا عندنا واحد المجموعة من الحالات، كل حالة من هذه الحالات تسمى فاز. إذا نتكلم عن إين فاز، إذا نتكلم عن طور. طبعا في اللغة الفرنسية كلمة فاز كلمة مؤنثة، في اللغة العربية نتكلم عن طور كلمة مذكرة. طبعا نتكلم على فاز، إذا نتكلم عن شاكا دي زيتا سكسيسيف دون شوز اون ايفوليسيون، إذا نتكلم عن شيء في تطور. ليفوليسيون يعني تطور، ومن مثلا فعل ايفولي يعني تطور. تنتكلم بعد مرات على نظرية التطور اللي جابها داروين، تيقول بان الانسان انه كان اصله قرد او انه هو القرد عدو من جد واحد الى غير ذلك من النظريات اللي ما عندهاش واحد الدليل، فهمتي ولا؟ بدنا نتكلم عن لا تيوري دو ليفوليسيون. طبعا ليفوليسيون لا تيوري سيونتيفيك يسمون طبعا لا تيوري سيونتيفيك، يعني نتكلم عن نظرية علمية. لكن النظرية العلمية بديك الأدلة اللي ممكن أن علماء آخرين يجيو ويفندوها، كما حدث فعلا مع نظرية التطور، جاو علماء آخرين وفندوا هذه النظرية. على كل حال اللي تهمنا حنا طبعا كلمة فاز شكا، إذا كل واحدة طبعا شكا نتكلم هنا عن كلمة مذكرة، نتكلم عن كل واحدة لي زيتا، طبعا نتكلم هنا عن كلمة مذكرة، إذا سنقول هنا شاكا، في حالة مؤنث نقول شاكين، يعني كل واحدة، إذا نتكلم هنا عن لي زيتا، نتكلم هنا عن كلمة مذكرة، شاكا دي زيتا سكسيسيف، إذا نتكلم عن كل واحدة من الحالات المتتابعة دون شوز أون إيفوليسيون، لشيء ما في تطور، نقول مثلا لفاز دون مالادي، إذا نتكلم عن أطوار المرض كان في واحد المرحله شويه تطور لواحد المرحله اخرى، شويه انه ولا خطير او ان الصحه تحسنت، يعني ما بقاش المرض. اذا نتكلم عن هاد الاطوار، اذا هنا عندنا فاز دو ترانزيسيون، اذا نتكلم هنا عن فاز دو ترانزيسيون، اذا نتكلم عن ديك اللحظه اللي تيوقع فيها الانتقال مثلا، هاد ولا. ثم عندنا تيست دياغنوستيك، تيست طبعا شنو المقصود بالتيست؟ تيست كما نقول تجربه، تيستي يعني انك تجرب هذه المساله، تشوف واش بوزيتيف ولا نيجاتيف، تشوف واش مزيانه ولا ماشي مزيانه، هذول تشوف النتائج ديالها. اذا نتكلم عن تيست دياغنوستيك شنو نقصد به؟ دياغنوستيكي يعني انك تشخص مرضا مثلا، باش تعرف اش من نوع ديال المرض عند واحد الشخص. دياغنوستيكي المرضي، انك تشخص مرضا. اذا عندنا هنا لوبجيكتيف، شنو لوبجيكتيف؟ اهداف اوبجيكتيف. اذا من ضمن الاهداف طبعا ديال غنشوفو ايدونتيفي ايزولي دون زان تيكست لانفورماسيون دوموندي. شنو ايدونتيفي؟ انك تحدد. شنو ايزولي؟ ايزولي انك تعزل واحد الحاجه، تتخليها بوحدها، ما تخليهاش مخلطه مع الاخرين، فهمتي؟ اذا ايدونتيفي ايزولي، إذن أنك تحدد أولا، تقول هاد المسألة اللي مطلوبة، هاي الحاجة اللي مطلوبة، هاي الجملة اللي مطلوبة، هاي الكلمة اللي مطلوبة، هاي الفقرة المطلوبة، ثم إيزولي، ثم أنك تعزل هاد الجملة عن بقية النص، تعزل هاد الكلمة عن بقية النص، تعزل هاد الفقرة عن بقية النص، أو أنك تعزل كلمة عن بقية الفقرة إلى غير ذلك. إذن هنا إيدونتيفي ايزولي، انك اولا تحدد ثم انك تعزيل، دون زان تكست انك تقوم بهذه المساله في واحد النص، شنو غادي تحدد وشنو غادي تعزل في واحد النص؟ لانفورماسيون. شنو لانفورماسيون؟ لانفورماسيون دوموندي، الخبر المطلوب او المعلومه المطلوبه. حنا بغينا واحد المعلومه كاينه في واحد النص، اولا غنحدوها، ثانيا غنعزلوها على بقية النص،
لان النص هو في واحد المجموعه ديال المعلومات وحنا بغينا غير واحد المعلومه معينه. اذا طبعا تنحدد هذيك المعلومه اولا ثم تنعزلوها. اذا هذه من ضمن لي زوبجيكتيف ديال هاد تيست دياغنوستيك. اذا ايدنتيفي ايزولي دون ان تيست لانفورماسيون دوموندي. طبعا دوموندي المقصود المطلوبه، نتكلم هنا على لانفورماسيون دوموندي. اذا نتكلم عن المعلومه المطلوبه. ثم عندنا ثاني اهداف شنو هو؟ شوازيغ ان تيتر بيرتينون. بيرتينون شنو هي بيرتينون؟ شنو شوازيغ ان تيتر بيرتينون؟ شوازيغ ان تيتر، شنو هو التيتر؟ شنو هو التيتر؟ العنوان. العنوان. شوازيغ ان تيتر، شوازيغ ان تيتر بيرتينون. طبعا المؤنث نقول بيرتينونت كما تشوفون شيا كي سابليك توتافي على كيستيون، يعني ملائم موافق. كي سابليك كي سابليك توتافي على كيستيون، الذي ينطبق توتافي. توتافي كما نقول كاملا، الذي ينطبق كاملا على كيستيون، على المسألة. إذا الذي ينطبق طبعا على العنوان في حالتنا مثلا، فهمتي؟ ايدونتيفي ايزولي دون ان تيكست لانفورماسيون دوموندي. هذا لو برومي اوبجيكتيف. لو برومي اوبجيكتيف ممكن ان تجي كانت تصف شيئا بانه هدفي، هدفي او انه موضوعي. موضوعي يعني انه ماشي شخصي، فهمتي ولا؟ نقول عن شيء بانه اوبجيكتيف، وبيان اوبجيكتيف في حالة المؤنث نصف واحد الرأي. مثلا نقول النافي اوبجيكتيف، النافي اوبجيكتيف. اذا نتكلم عن راي موضوعي. شنو موضوعي؟ موضوعي يعني انه ما تيجي تمشي جهه، فهمت ولا؟ يعني انه معقول، فهمت ولا؟ اذا نقول اوبجيكتيف. هنا طبعا ما غنتكلم على اوبجيكتيف كاسم، نقول ان اوبجيكتيف. اذا نتكلم عن هدف، لو برومي اوبجيكتيف. اذا نتكلم عن الهدف الاول شنو هو؟ هو ايدونتيفي ايزولي دون ان تيكست لانفورماسيون دوموندي، فهمتي؟ ثم عندنا لو دوزيام اوبجيكتيف شنو هو؟ شوازيغ ان تيتر بيرتينون، انك تختار عنوانا ملائما. خاصك تعلم كيفاش تختار واحد العنوان لواحد النص يكون ملائم. ثم غيوتيليزي دي مو او دي زيكسبرسيون دي تيكست بو ريبوندغ ا دي كيستيون سامبل. شنو المقصود هنا؟ غيوتيليزي دي مو او دي زيكسبرسيون او دي زيكسبرسيون دي تيكست بو ريبوندغ à des questions simples. شنو مقصود هنا؟ utiliser يعني انك تستعمل. l'utilisation يعني استعمال. شنو عندنا هنا؟ réutiliser. شنو réutiliser؟ انك تعاود تستعمل. شنو تعاود تستعمل؟ des mots ou des expressions de texte pour répondre à des questions simples. انك تعاود تستعمل واحد الكلمات ou des expressions او انك تعاود تستعمل واحد العبارات دي تكست من النص، هما كاينين في النص ولكن انت خاصك تعاود تستعملهم. ممكن انك تعاود تستعملهم بواحد الطريقه تكون ذكيه، فهمتي ولا؟ تاخذ الكلمات، تاخذ التعابير، تزيد عليها واحد شويه من هنا من هنا وتستعملها، فهمتي؟ وتكون هي من النص. بو ريبوندغ هادي كيستيون سامبل، لكي تجيب عن اسئله بسيطه، فهمتي؟ اذا تطرا لك واحد الاسئله، انت كيفاش غتجاوب عليها؟ طبعا غتمشي لدوك العبارات اللي تجاوبوا على الكيستيون، اللي تجاوبوا على السؤال في النص، غتاخذهم وغتستعمل بطريقتك باش تجاوب على لا كيستيون. هذا اللي كندير في الفصل. ثم عندنا لو بخومي اوبجيكتيف، لو دوزيام اوبجيكتيف، اي لو تخوازيام اوبجيكتيف. ايدونتيفي لو تيب اي لا فورم دو لا فراز. شنو ايدونتيفي لو تيب اي لا فورم دو لا فراز؟ انك تحدد لو تيب النوعيه اي لا فورم الشكل دو لا فراز. الشكل دو لا فراز. اذا تحدد شنو هي النوعيه وشنو هو الشكل ديال الجمله، فهمتي ولا؟ طبعا حنا شفنا هادشي ونعاودو نذكرو به. سو بريزونتي اي بارلي دو سون كوتيديان. سو بريزونتي اون فوا كومون سو بريزونتي اي بارلي دو سون كوتيديان. اذا غنشوفو كيفاش انك تقدم راسك، تكلم على راسك اي بارلي دو سون كوتيديان. طبعا لو كوتيديان شنو مقصود به؟ لو كوتيديان هو اليومي. احيانا نتكلم عن جريده نسمى لا كوتيديان، اذا نتكلم عن اليوميه.
طبعا الجريدة الأسبوعية نقول أنا لبدومادير لبدومادير. طبعا كلمة كوتيديا كلمة كوتيديا طبعا ممكن أنها تجي في الغالب كأدجكتيف، تجي ككلمة وصف. شنو الفرق بين كوتيديا والجور؟ مثلا نقول مثلا جان ترافاي كوتيديا، أنا عندي عمل يومي. شنو نقول أنا؟ نقولو جان ترافاي لوجور، لوجور سي تان. وكوتيديا سي تان أدجكتيف، سي تان أدجكتيف هذا معتاد. كوتيديا، ثم عندنا باغلي أ لا بخوميييغ بيغسون، شنو نقصد بالكلمة؟ تتكلم على الشخصية الأولى. لا، أ لا بخوميييغ بيغسون، أنك تتكلم الشخصية الأولى. الضمير، في الضمير الأول، تستعمل أنا. أو تستعمل مو. طبعا مو. كيف بيغسون هي شخص ماشي؟ الضمير. تتكلم على لي بخوني بيغسونيل. الضمائر الشخصية. الضمائر الشخصية. بخوميييغ بيغسون، تتكلم على الضمير الأول. ولكن الضمير الأول سواء أو سينغولي سواء أو بلوريال. سواء في المفرد. ولا الجمع. ولا الجمع. في الحالتين طبعا ما محددينش لينا هنا. ما نقدرش مثلا parler à la première personne du pluriel ou bien parler à la première personne du singulier. ما عندناش هاد القضية هنا. إذا سنتكلم طبعا نأخذ في الحالتين. ثم علاش نتكلم على هاد القضية؟ parler à la première personne. شنو الفائدة منها؟ parler à la première personne. شنو الفائدة منها؟ طبعا تيسولك شي واحد طبعا غادي تتكلم. أنا كنت أنا درت أنا فعلت. إذا أكيد غاتستعمل لا بخوميييغ بيغسون. عندنا في الغالب غاتستعمل هاد الحالة. حالة قليلة تستعمل نو زافون في نو زافون بارلي نو زافون. ممكن انك تستعمل الضمير نو. ثم عندنا غادي يجي ان تكست بريسكريبتيف. غادي يجي ان تكست بريسكريبتيف. شنو هي بريسكريبتيف؟ غادي يجي ان تكست بريسكريبتيف. بريسكريبتيف مفروض. بريسكري انا مفروض. بريسكري مقصود به امبوزي. امبوزي يعني انا مفروض. امبوزي كيلكو شوز يعني انك تفرض شيئا. فهمت؟ امبوزي دي كونديسيون يعني انك تفرض شروطا. اذا نتكلم عن لو فيرب امبوزي. طبعا لي تيب دو تكست شنو كاين فيها؟ كاين لو تكست ديسكريبتيف النص الوصفي. تنتكلم على واحد النص انه تيوصف. لا ديسكريبسيون غير الوصف. الحمد لله. الفعل شنو هو؟ هو ديكخيغ. لو فيرب ديكخيغ. كنخيغ هي الكتابة. هذاك اكخيغ. ديكخيغ. هنا عندنا ديكخيغ. ديكخيغ يعني انك تصف. اذا نتكلم هنا عن لو تكست ديسكريبتيف. لو تكست ديسكريبتيف اذا نتكلم هنا عن النص الوصفي. ثم عندنا لو تكست نيجاتيف. شنو لو تكست نيجاتيف؟ لو تكست لو تكست نيجاتيف اذا نتكلم هنا عن النص الحكواتي. تحكي واحد القصه. اذا نتكلم على ناراسيون. ناراسيون يعني الحكي. اذا لو تكست نيجاتيف اذا نتكلم هنا عن النص الحكواتي الذي يحكي. ثم عندنا لو تكست اكسبليكاتيف. احيانا نتكلم عن لو فيرب اكسبليكي او بيان ليكسبليكاسيون او نتكلم عن ليكسبليكاسيون يعني الشرح. اذا ممكن ان يكون عندنا ان تكست اكسبليكاتيف. ان تكست اكسبليكاتيف نص شرحي انه تشرح. ممكن يكون عندنا ان تكست ارغيمونتاتيف. نتكلم عن لارغيمون. اذا نتكلم عن الحجه. الارغيمون الحجه. اذا نتكلم عن النص انه يعطي حجج انه يعطي ادله للاقناع. تنتكلم على واحد النص انه تعطينا واحد المجموعه ديال الادله واحد المجموعه ديال الحجج من اجل الاقناع. اذا نتكلم هنا في هذه الحاله عن تكست ارغيمونتاتيف. ممكن نجد نصا اخر اللي هو ان تكست انفورماتيف. اذا نتكلم عن نص اعلامي لانه يعني تعطي لانفورماسيون يعطي خبر أو يعطي معلومة. إذا ممكن نتكلم عن لو تكست انفورماتيف. وممكن أيضا نتكلم عن لو تكست انجونكتيف. انجونكتيف فهمتي؟ شنو لو تكست انجونكتيف؟ إذا نتكلم عن تكست بريسكريبتيف بنفس الطريقة. إذا نتكلم عن نص كما نقول أنه تعطي الأوامر تفرض واحد الموضوع. نص فردي. آه بحال تفرض عليك واحد المعطيات خاصة تكون. يعني فيها تعليمات. تتكلم على تعليمات تتكلم على نصائح تتكلم على واحد النص تعطي واحد المجموعة ديال التعليمات واحد المجموعة ديال النصائح اللي خاصك تتبعهم. ممكن في حالات انك تتبعهم بخطوة بخطوة. المراحل. المعطيات اللي خاصك تتبعها بالحرف باش توصل لواحد النهاية.
إذا نتكلم عن ان تكست بريسكريبتيف. ثم عندنا شنو اخر نص؟ ثم عندنا لو تكست اكسبريسيف. كلمه اكسبريسيف كما تلاحظوا ان فيها كلمه اكسبريسيون العباره. اذا نتكلم عن نص تعبيري في الحاله نتكلم عن كيعبر في الحاله نتكلم عن نص تعبيري انه تعبر على الراي، تعبر على الاحاسيس الى غير ذلك. خصنا هاد النصوص نعرفوا نفرقوا بيناتها. عندنا لو تكست ديسكريبتيف توصف واحد الشجره، توصف واحد الحاله، توصف واحد الموضوع معين. ثم عندنا لو تكست نيجاتيف، اذا هذا نص حكواتي تحكي قصه معينه، تسرد واحد القصه. ثم عندنا لو تكست اكسبليكاتيف تشرح واحد الموضوع، تشرح واحد الظاهره. اذا نتكلم على لو تكست اكسبليكاتيف. ثم عندنا لو تكست ارغيمونتاتيف، ثم عندنا لو تكست ارغيمونتاتيف. اذا نتكلم عن نص كما نقول حجاجي، انه تعطي حجاج، تعطي دلائل. ثم عندنا لو تكست انفورماتيف، اذا نتكلم عن نص اعلامي او اخباري. ثم عندنا لو تكست انجونكتيف او بيان ان تكست بريسكريبتيف او بيان ان تكست بريسكريبتيف. في الحاله نتكلم عن نص كما نقول زجري، او نص تفرض واحد المجموعه ديال المعطيات خاصك تتبعها بالحرف، فهمتي؟ نصائح او تعليمات الى غير ذلك. وفي الاخر ممكن يكون عندنا ان تكست اكسبريسيف. طبعا نتكلم عن لو تكست كلمه مذكره، نقول هنا اكسبريسيف. في حاله المؤنث نقول اكسبريسيف. في حاله المؤنث نقول اكسبريسيف. الا بغينا نقول على واحد الحاجه في المؤنث بانها تعبيريه، هنا نتكلم على لو تكست كلمه مذكره، اذا سنقول اكسبريسيف. ثم عندنا في اخر لي زوبجيكتيف كما تلاحظوا عندنا دوني دي كونساي. دوني دي كونساي شنو المقصود بها؟ انك تعطي، شنو تعطي؟ دي كونساي تعطي نصائح. لي كونساي المقصود بها نصائح. اذا سنستكمل في الفقره القادمه مع النص. حياكم الله والى لقاء قادم باذن الله.